يعني انت مش عايش هنا؟ لا طبعا انا مش عايش اساسا. يعني مش فاهم. ما تاخديش في بالك. طب يعني انت دلوقتي لو مش عايش هنا البوليس عارف مكانك ازاي؟ دي ارزاء بقى. مرة بالاجتهاد، مرة واحدة بالتحالات تجيبهم وتيجي. لا من فضلك اسمع بقى، انا وثقت فيك وانا مغمضة، ما كانش عندي اي سبب حقيقي يخليني اعمل كده، فمش معقولة تبقى انت اللي طول الوقت مخوني. وبعدين يعني انا دلوقتي بالعقل كده لو بلغت البوليس هجيلك معاهم ليه؟ لا انا المرة دي عارف ومتأكد ان انت ما بلغتيش، بس بقى المرة اللي فاتت بقى لا يعني مش طيب. معلش يعني هنفترض، يعني انا مش عارفه انت متجوز ولا لا، بس هنفترض ان انت متجوز وجات مراتك قالت لك انا رايحه اقابل واحد مع احترامي يعني متورط في قضايا قتل وارهاب واغتيال، هتعمل ايه؟ هخليها تروح يعني، بس لو كنت بحبها يعني همنعها، بس هخليها تروح برضه. ماشي يا سيدي. هو ده اللي عمله حازم. حازم من حبه فيا بلغ البوليس علشان خايف عليا، يعني كان بدافع الخوف مش اكتر. درويش انت مش متخيل لما دخلت البيت وانا سليمه كان شكله عامل ازاي. يا ستي ربنا يخليكم لبعض، بس هو المفروض من الاول يعني ما كنتش تعرف فيه، بس يعني خلاص هي جت عليه. اذا كان اقرب الناس ليا غدر بيا. معلش حقك عليا. ممكن التاب بقى؟ نعم؟ التاب. بس بسم الله الرحمن الرحيم، يعني خلي بالك. ما تقلقش. خلي بالك. ما تقلقش. ان بتاع ده اول ما بيتلمس بيجيب بلاوي بلاوي. لا ما تخافش خالص يا درويش وما تقلقش. بص اول ما هاخده دلوقتي منك اهو هشيل السيم كارد خالص وهقفل الواي فاي بحيث ان اي حد مش هيعرف يوصل، يعني هقفل الانترنت ما تقلقش خالص. ادي السيم كارد اهو. استر يا رب، استر يا رب، استر. طب يعني حضرتك لما تتاكدي يعني ان البتاع ده بتاع ست والدتك، يعني احنا بقى يعني احنا هنعمله ايه؟ لا هو انا متاكده ان هو بتاع ست والدتي، بس انا دلوقتي بفتحه علشان ادور على اي فايل يخليني اعرف الناس اللي عايزه تاذي امي دي عايز تاذيها ليه، فاهمني؟ ايوه حبيبتي يا امي. ربنا يشفيها يا رب، ربنا يشفيها يا رب يا رب. ايه بقى؟ ايه الصوت ده؟ ايه الصوت ده؟ هو انت ما شحنتوش خالص ولا ايه؟ لا انا اصلي مش فاضي، يعني مش بقالي اسبوعين ما عنديش وقت خالص. انت ايه بقى؟ ايه اللي لقيتيه بقى؟ فولدرز كتيره جدا كلها فايلز. نعم؟ يعني فولدرز كتيره مليانه كلها فايلز، يعني كل فولدر فيه 30 فايل كلهم ما بين تشارتس وبرزنتيشنز. طبعا ده غير طبعا المتهلدز. ايه المتهلدز؟ متهلدز اللي هو المخفي اللي مش باين. ماشي اوكي فهمت، الهيدن يعني. مات. لا اله الا الله. محتاجين تشارجر. لا اله الا الله. استرها يا رب، استرها يا رب، وفك النحس ده بقى يا رب. يا وحش ده ايه ده؟ ده تليفون الدكتور اللي اتقتل. فرغت كل اللي فيه، كل الابلكيشن وحتى كل المسجات، ما عرفتش اوصل لاي حاجه. فيها قشر دكتور فلاتي ووسخ وخاربها ومقتول ومتجوز على مراته ومش عارف طلع عليه ديل. دور يا عم على الفيسبوك ولا الواتساب ولا اي زفت، النسوان اكيد هتلاقي له ديل. يا عم الراجل ده يا اما حويط جدا يا اما تافه جدا. احنا ليه ما فكرناش انه ممكن يكون انتحر؟ انتحر ده عشان فشل في اغتيال الوزيره؟ موظف ياباني والشركه استغنت عنه بعد عناء فانتحر؟ يا عم اشرف ده انت مطلع من الدولاب بتاعه ربع مليون جنيه بايدك. حتى دول ما فادونيش باي حاجه، كلها عملات قديمه ملهاش ارقام مسلسله، ومراته بتقول ان هي ما تعرفش عنهم اي حاجه. طيب والست نهله بقى فين دلوقتي؟ نهله تليفونها مقفول من ساعتين وعماله تزغمر الظباط بتوعنا، شكلها كده عرفت ان احنا بنراقبها. استغفر الله العظيم يا رب.
يعني انا ما رضيتش ادخل حراسات خاصه عشان ما احتكش بالساده الوزراء وعيالهم، تطلع البيت دي فرعتي؟ احنا ناقصين دلع. البيت دي تستهبل، هتودي نفسها في داهيه وتودينا في 60 داهيه معاها. استغفر الله العظيم يا رب. هي فاكره نفسها فيلم امريكاني؟ انت رايح فين؟ انا هتيجي الست حسنيه دي النهارده اجيبها. يعني ايه حسنيه؟ انا مشيتها. استنى، عملت ايه؟ مشيتهم ولا تفضل قاعده عندنا مده 3 ايام؟ هو انت بتصرف عليها من جيبك؟ هي قاعده على دماغك؟ يا عم دي كفيفه، وبعدين اخدت منها المفيد ومشيتها. كفيفه؟ كفيفه يا حنين؟ طب بص، انا مش هتنرفز ومش هزعق ومش هعمل حاجه، انا عايز اعرف بقى ايه المفيد اللي انت خدته منها؟ اللي هو ان درويش بقاله فتره كان بيبعت لها فلوس مع واحد موظف البريد. موظف ده ايه؟ الموظف دوت قدامي اقل من ساعه وعنوانه هيبقى عندي. غبي غبي والغباوه مالهاش عذر. عندك حق سعادتك، بس ما تنساش حضرتك ان الراجل ده الحكومه كلها بتدور عليه، وانا كنت اول واحد اوصل لجحره قبل اي حد تاني. هو صحيح فلت مني المره دي، بس اوعدك المره الجايه دي برقبتي. هو في مره جايه؟ مفيش مره جايه. في سعادتك، انا تحت ايدي خيط تاني، بس طالب من سعادتك فرصه كمان. عارف يا فهيم، الخيط اللي في ايدك ده لو ما وصلتلوش بيه انا هشلعك بيه، فاهم؟ فاهم سعادتك. تمام. في ايه مالك؟ شكلك قلقان. لا قلقان على ايه؟ قلقان ايه يعني؟ واحد هربان ومصر كلها بتدور عليه، ادي كل الحكايه. ما كنا رحنا عند اي حد بتاع موبايل اشتري لنا شاحن، ولا ده عاوز شاحن من رفيع؟ الاجهزه اللي زي دي ما بتشتغلش غير بالاكسسوارز الاصليه بتاعتها. يعني ايه يعني دلوقتي؟ يعني حضرتك يعني من غير مخزن هتروح التوكيل ولا هتبعتي تستورديه ولا ايه يعني؟ هنعدي على المكتب بتاعي، هو قريب من هنا، وانا عندي كده تشارجر. اوف فكرتني، صحيح انا لسه ناسيه موبايلي مقفول، لازم افتحه. بص انا هعمل مكالمه تليفون، فبليز ما تتكلمش خالص، ممكن؟ اوكي. ايوه حازم. لا يا سيدي مش قافله التليفون بالراحه، التشارج خلص. لا في المكتب يا حازم، هكون فين يعني؟ كلاين دمها تقيل شويه، كانت مصره انها تاخد البلانس بتاعتها قبل ما تروح. تمام. جه امتى؟ طب هو لسه عندك دلوقتي؟ طيب يا حازم انا جاي على طول. باي. معلش يا درويش انا اسفه، انا لازم اسيبك وامشي دلوقتي حالا واروح المستشفى. ايه ماما جرى لها حاجه؟ انا لا خالص، بابا رجع من لندن ومستنيين هناك، لازم اروح له. هو نحس؟ نعم. لا ولا حاجه. طب انزل انا بقى هنا وبعدين نبقى نتقابل وقت تاني. طب مش عايزني انزلك في حته امان شويه؟ اه مش فارقه، مش فارقه خالص، طول ما البلوه دي معايا مفيش امان في اي حاجه. طب تحب تسيبه معايا؟ لا 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 لا، اسيبه معاك كده ايه؟ لا لا لا، هو بلوه صحيح، بس انا لو نزلت من هنا دلوقتي واتقفشت مفيش اشياء اتعلق بيها عشان تنجيني غير البلوه دي. الله براحتك. طيب احنا انا اشوفك تاني امتى؟ هبقى اكلمك تاني اول ما اجيب نمره تانيه جديده. ماشي، خد بالك من نفسك. الله كريم. اتفضل يا سياده اللواء. جدع طبعا، معاليك عارف انا لفيت حوالين نفسي قد ايه علشان اجيب لك ملف ده من ارشيف النيابه. الله 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 الله، جريء يا عصام، انت حتمن وجد على خالك. العفو يا خالي، بس انا عاوز ابقى عارف انت هتتحرك ازاي. هعرفك، بس لما اعرف انا الاول. عارف انت كده كده معايا في القضيه، وبرضو مش هخطي ولا خطوه واحده الا من الملف ده. ايه نقول مبروك؟ انت هتشتغلني يا روح امك؟ الله 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 الله، طب وليه الغلط ده؟ انا غلطت صمم عليك دلوقتي؟ ولا الراجل راح فين؟ ايه ده اخس، هو فك منك ولا ايه؟ لا بقول لك ايه؟ ماليش فيها كبير، انت ما اشتريتش مني راجل، انت اشتريت رقم وبس. اسمع يا ده، انت الراجل ده انا هجيبه بكره او بعده، قسما عظمه
لو عرفت انت انا محذره ما هرحمك. محذر ايه وفذر ايه بس يا باشا؟ انا لا مؤاخذه واخد نص اتعابي والنص التاني مرهون عليه، ولا عايز تاكل النص التاني على حبيب قلبك خضر؟ نص ايه وزفت ايه؟ الفلوس اللي عندك كانت ترجعها، والنص ده يبقى عند امك. ما بلاش تدخل امي في علاقتنا يا ريس. حسابي معاك هيبقى بعدين.